الله يمسيكم بالخير، تشرفنا بوجودكم. أنا الشاعر الغنائي محمد بن حسين من المملكة العربية السعودية من المدينة المنورة. أعمالي أغنية راشد الماجد قماري، طلال سلامة لها ساري، أسماء المنور هذا العطر، راشد الفارس كل أيام وليالي، صاب الرباعي هم من نسيونا، عبد الرب إدريس محلو بقى عطره ما احنا قد المقام، كل شيء يعجبني فيك. هكذا عبد الله رشاد هلا باللي وصل جدة، وأغنية أخرى واسمها دام محبوبي معايا عندي بالدنيا كفاية، واللي يزعل خلى يزعل طبعي ما تلفت ورايا. أعمال كثيرة حقيقة، ولكن وأعمال كثيرة، وأغنية برضو مع يوسف المهنة أخرى اسمها حلمي غرام لفاتن هلال بك من المغرب، وكثير من الأعمال اللي منتظرة النزول. وأي خدمة احنا، وطبعا عندي ديوان الآن بعنوان الحب. ديوان هذه دكتور؟ نعم، موجود في 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 دار ريادة للنشر في معرض الكتاب. طبعا العنوان باسم الحب، وهذا الحب، وخلينا نتكلم عن الحب. نقول الحب أشواق وحنين ما مثله في كل السنين، حديقة من أحلى الورود جوري وفل وياسمين. الحب روشتة علاج، وصفة لتعديل المزاج، جميل كالورد الجميل يدخل عليك الابتهاج. الحب إحساس ووفا ما يقتل إلا الجفا، من حب إحساس وضمير يجني من الحب الصفا. الحب عنوان السلام، أحلى ما فيه الانسجام، اثنين يصحوا على الغزل ويناموا حضنين الغرام وسلامتكم. يا الله 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 الله، صح بدنك حبيبي. إيش ما تأمر من سؤال إحنا راح إحنا جاهزين للإجابة. طبعا اليوم كان توقيع كتابكم ما شاء الله. لا، يوم الخميس توقيع كتابي للأهمية ما شاء الله. الساعة إيه؟ نعم، 9:30، من 7:30 ل9:30. تشرفوني وتجدوا ما يسركم، وإحنا خدمينكم بما تأمر. الله يديك العافية، يديم في المال والبنون يا رب. حبيب قلبي، حبيب قلبي، حبيب قلبي. شكرا لك، شكرا لله أولا وأخيرا، وأنا سعيد فيكم حقيقة. أنا أسعد.